يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في هذه الحلقات نتحدث عن صفات الحروف العربية موزعة على حروف الهجاء، بعد أن كنا قد شرحنا مخارج الحروف وصفات الحروف صفة صفة، سواء الصفات المتقابلة أو الصفات التي لا ضد لها. وكان قد وقف بنا الحديث في المرة الماضية عند حرف الميم. الميم كما مر معنا في مخارج الحروف تخرج بانطباق الشفتين على بعضهما، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم، نقول أم ما مي مو، فالميم تخرج بانطباق الشفة العليا على الشفة السفلى، بانطباق الشفتين على بعضهما، ويصاحب هذا الانطباق غنة من الخيشوم. علماؤنا سموا الجزء الشفوي من حرف الميم من مخرج حرف الميم بالنصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي من مخرج حرف الميم بالنصف المكمل. هذا بالنسبة لمخرج حرف الميم. أما بالنسبة لصفاتها فإن الميم حرف مجهور، هذه هي أول صفة من صفات حرف الميم، لأننا حينما ننطق حرف الميم يتضام الوتران الصوتيان على بعضهما، ولا يجري نفس أو ينحبس نفس كثير عند نطق هذا الحرف. لو نطقنا ميما وقلنا أم ووضعنا يدنا على الحنجرة سنلاحظ اهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة. أيضا إذا وضعنا يدنا أمام فمنا سنلاحظ أنه ثمة انحباس كثير لهواء النفس. هذه هي الصفة الأولى من صفات حرف الميم، وهي صفة الجهر، لأن الميم ليست من حروف سكت فحثه شخص. السين والكاف والتاء والفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد، هذه الحروف التي يجري هواء كثير عند النطق بها وينفتح الوتران الصوتيان ولا يهتزان. الصفة الثانية من صفات حرف الميم أن الميم حرف بيني، يعني أن الصوت يجري جريانا وسطا عند النطق بها، لأنها ليست من الحروف الشديدة التي ينحبس الصوت عند النطق بها، وهي أجد قط بكت، وليست من الحروف الرخوة التي يجري الصوت جريانا كاملا عند النطق بها. الميم هي حرف بيني من حروف لن عمر، هذه الحروف التي يجري الصوت عند النطق بها جريانا وسطا، أم هكذا. الصفة الثالثة من صفات حرف الميم أن الميم حرف مستفل، لأنها ليست من حروف الاستعلاء، من حروف خص ضغط قض التي يتجه الصوت عند النطق بها إلى قبة الحنك. الميم يكون اللسان عند النطق بها في وضع الراحة، لا يرتفع أقصاه، وبالتالي لا يتضيق الحلق ولا يتجه الصوت إلى قبة الحنك الأعلى، إنما يتسفل الصوت ولا يتصعد. الصفة الرابعة من صفات حرف الميم أن الميم حرف منفتح، لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، الحروف التي ينحصر صوتها بين اللسان وبين الحنك الأعلى. هذه هي
صفات حرف الميم بالنسبة للصفات المتقابلة. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الميم بصفة واحدة من هذه الصفات وهي صفة الغنة. الغنة تكون ملازمة للميم لا تنفك عنها إطلاقا، سواء كانت هذه الميم مدغمة أو مشددة أو مخفى أو مظهرة أو متحركة، فالغنة ملازمة للميم دائما. نقول أم، فحينما ننطق هذه الميم ينطبق أو تنطبق الشفتان على بعضهما ويعود جزء من الصوت ويمر من خلال الخيشوم، لأن الخيشوم هي هذا الصوت الأغن الذي يخرج من التجويف الأنفي، كما في الاصطلاح الحديث يسمى التجويف الأنفي، وقديما يسمونه بالخيشوم. هذه هي صفات حرف الميم. نأتي على أبرز الأخطاء التي قد تحدث عند نطق حرف الميم. من أبرز هذه الأخطاء هو بتر صوتها عند الوقف عليها حتى يصير صوت الميم أشبه ما يكون باء، يكاد يكون حرف الباء. مثلا نسمع كثيرا من إخواننا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم هكذا، يبتر صوت الميم، فإذا بتر صوت الميم كاد صوتها أن يكون صوت باء. لاحظوا الرحيم، إنما الصواب الرحيم. فمن الأخطاء هو بتر صوت حرف الميم عند الوقف على حرف الميم حتى لا يتحول صوت الميم إلى صوت الباء. هذا هو الخطأ الأول. من الأخطاء أيضا أيها المباركون هو تفخيم حرف الميم، سيما إذا جاورت حرفا مفخما. الميم هي حرف مستفل مستحقه الترقيق، والعرب لا تفخم الميم إطلاقا، فإذا جاورت الميم حرف مفخم ننتبه لا نترك هذه الميم تتأثر بجارتها الحرف المفخم. مثلا كلمة مخمصة عندنا فيها ميم، وبعد الميم عندنا حرف الخاء، والخاء من حروف الاستعلاء من حروف خص ضغط قض. بعد الخاء عندنا ميم، وبعد الميم عندنا صاد، والصاد حرف مستعل مطبق. فالميم الأولى والميم الثانية جاورتا حرفا مستعليا، الميم الأولى جاورت الخاء والخاء من حروف الاستعلاء، والميم الثانية جاورت حرف الصاد والصاد حرف مستعل. فننتبه لا نترك هذه الميم تتأثر بجارتها الخاء، ولا نترك الميم الثانية تتأثر بجارتها الصاد، فلا بد أن نصفي وأن نخلص الميم من حروف الاستعلاء بأن نعطيها حقها من الترقيق، ونعطي الخاء حقها من التفخيم، ونعطي الميم حقها من الميم الثانية من الترقيق، ثم ننتقل إلى صاد مستعلية. فلا نقول مخمصة ما مخمصة، هذا خطأ. الصواب مخمصة ما مخ، ننتقل إلى خاء مستعلية ثم نعود إلى ميم مستفلة ثم ننتقل إلى صاد مستعلية. مخمصة ولا نقول مخمصة، هذا من الأخطاء ننتبه إليه. لما الميم تجاور حرف مستعلي ننتبه لا نترك هذه الميم تتأثر بجارها الحرف المستعلي. من الأخطاء أيضا التي قد تحدث عند نطق حرف الميم، أو من الأخطاء الشائعة التي تحدث، هو قلقلة حرف الميم. مثلا في كلمة صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، هذه الكلمة عندنا فيها ميم ساكنة، لا نقلقل هذه الميم ونقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطأ. أو كلمة يمترون نقرأها هكذا يمترون، ونرقق أو نقلقل حرف الميم. الميم حرف لا يقلقل، لأن الميم ليست من حروف القلقلة. الميم إذا سكنت نخرجها بالتصادم بين طرفي عضو النطق، ولا نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق، هذا من الأخطاء. حروف القلقلة فقط هي
قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الحروف الخمسة إذا سكنت نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبها شائبة حركة من الحركات الثلاث، يعني لا يصاحبها لا انفتاح للفم ولا انخفاض للفك السفلي ولا انضمام للشفتين. هذه هي أبرز الأخطاء التي قد تحدث عند نطق حرف الميم، ذكرناها لكم ومثلنا للخطأ وذكرنا الصواب، لابد أن نجتنب وأن نحذر هذه الأخطاء. هذا بالنسبة لحرف الميم. ننتقل إلى الحرف التالي بعد حرف الميم، هو حرف النون. النون كما مر معنا في مخارج الحروف تخرج من أين؟ من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، ويصاحب هذا غنة من الخيشوم. نقول أن، لاحظوا كيف أن طرف اللسان قرع ما حاذاه من اللثة وأعاد جزء من الصوت وخرج عن طريق الخيشوم. لذلك علماؤنا رحمهم الله يسمون النصف اللساني من مخرج النون بالنصف المكمل، ويسمون الجزء الخيشومي من مخرج النون بالنصف المكمل. مجموع هذين الجزئين، الجزء اللساني والجزء الخيشومي، يمثلان مخرج حرف النون. فالنون تتكون من جزء لساني 50% من اللسان، من طرف اللسان مع ما حاذاه من اللثة، و 50% من الخيشوم وهو الصوت الذي عاد وخرج عن طريق الخيشوم. هذا بالنسبة لمخرج حرف النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. نقول أن، لاحظوا أن، يعني لو وضعت يدي الآن على أنفي وسددته سينقطع صوت النون وسيختل نا ني نو، فالغنة ملازمة لحرف النون لا تنفك عنها إطلاقا، سواء كانت هذه النون مدغمة مشددة أو كانت مظهرة أو كانت مخفاة أو كانت ساكنة أو كانت متحركة. الآن عندنا فاصل نخرج له، وبعده إن شاء الله نواصل حديثنا عن حرف النون، فحياكم الله. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث. بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنت قبل الفاصل أتحدث عن حرف النون، وذكرت أن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. وعلماؤنا سموا الجزء اللساني من مخرج النون بالنصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي من مخرج النون بالنصف المكمل. ننتقل إلى صفات حرف النون. أول هذه الصفات أن النون حرف مجهور، يعني يتضام الوتران الصوتيان عند النطق به، وبالتالي يهتزان ولا يجري نفس كثير عند النطق به، أو ينحبس نفس كثير عند النطق به. حينما نقول
أن ونضع يدنا هنا على الحنجرة أن سنلاحظ أنه ثمة اهتزاز وارتعاد في الوترين الصوتيين. أيضا لو وضعنا يدنا هنا أمام فمنا ونطقنا نونا سنلاحظ أنه هناك انحباس كثير لهواء النفس. الصفة الثانية من صفات حرف النون أن النون حرف بيني. ما معنى حرف بيني؟ يعني يجري الصوت عند النطق بها جريانا وسطا، لأن الحروف العربية من حيث جريان وانحباس الصوت تنقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى حروف شديدة ينحبس الصوت عند النطق بها، وهي أجد قط بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. والمجموعة الثانية يجري فيها الصوت جريانا وسطا، وهي حروف لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. لاحظوا أن النون من هذه الحروف. والمجموعة الثالثة هي حروف رخوة يجري الصوت عند النطق بها جريانا كاملا. فالنون هي من الحروف البينية التي يجري الصوت فيها جريانا جزئيا. الصفة الثالثة من صفات حرف النون أن النون حرف مستفل، لأن الصوت عند النطق بها لا يتصعد إلى قبة الحنك، فهي ليست من حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قظ التي يتجه صوتها إلى قبة الحنك. الصفة الرابعة من صفات حرف النون أن النون حرف منفتح، لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء التي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان وبين الحنك الأعلى. هذا بالنسبة للصفات المتقابلة. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت النون بصفة واحدة من هذه الصفات، وهي صفة الغنة. حينما نقول أن سيعود جزء من الصوت ويخرج من خلال التجويف الأنفي، هذا الصوت الأغن الذي يخرج من الخيشوم أو من التجويف الأنفي سماه علماؤنا بالغنة. النون تتكون من جزئين كما ذكرت لكم قبل الفاصل، جزء خيشومي وجزء لساني. الجزء اللساني يتمثل في أن يقرع طرف اللسان ما حذاه من اللثة، والجزء الخيشومي هو هذا الصوت الأغن الذي يخرج من الخيشوم نتيجة أن الصوت يعود جزء منه ويخرج من خلال التجويف الأنفي الذي خلقه الله جل وعلا. هذا بالنسبة لصفات حرف النون. نأتي على أبرز الأخطاء التي قد تحدث عند نطق حرف النون. من أبرز هذه الأخطاء عدم إعطائها حقها من الغنة إذا وقفنا عليها. حينما نقول مثلا الحمد لله رب العالمين ونقف على هذه النون، البعض لا يعطي هذه النون حقها من الغنة، يقول هكذا العالمين، أو قد يبالغ في إعطائها حقها من الغنة فيقول الحمد لله رب العالمين ويطيل هذه الغنة. النون هنا هي نون ساكنة مظهرة، وهي بالتالي في ثالث مستوى من مستويات ومن مراتب الغنة في النون والميم، لأن الغنة في النون والميم لها أربعة مراتب أو أربع مراتب. المرتبة الأولى حينما تكون الغنة أو تكون النون والميم مدغمة أو مشددة، هنا الغنة تكون طويلة أكمل ما تكون. أقل من هذه الغنة بقليل تكون في النون والميم المخفاتين، أقل من هذه الغنة تكون في النون والميم المظهرتين الساكنتين. فالنون في كلمة العالمين التي وقفنا عليها هي نون ساكنة مظهرة، بالتالي نعطيها حقها من الغنة، لأن الغنة هي ملازمة للنون لا تنفك عنها إطلاقا، في كل أحوال النون فيها غنة، فلا نبخس النون حقها من الغنة ولا نعطيها أكثر من حقها بالنسبة للغنة، فنقول الحمد لله رب العالمين ولا نقول الحمد لله رب العالمين أو
الحمد لله رب العالمين. لا نبخسها حقها ولا نعطيها أكثر من حقها. أيضا من الأخطاء هو قلقلة النون الساكنة، مثلا في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، البعض قد يقلقل هذه النون يقول صراط الذين أنعمت عليهم. النون ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة هي فقط قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الحروف إذا سكنت هي التي نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق، أما النون إذا سكنت فإننا نخرجها بالتصادم بين طرفي عضو النطق، نقول أن ولا نقول أنا، فننتبه لهذا أيها المباركون. من الأخطاء أيضا تفخيم حرف النون، مثلا في كلمة النار، البعض قد يقول النار ويفخم النون، النون لا تفخمها العرب إطلاقا، النون هي حرف مستفل لا يتصعد الصوت عند النطق به إلى قبة الحنك، وبالتالي مستحق هذا الحرف هو ترقيقه. من الأخطاء أيضا، وهذا الخطأ يقع فيه كثيرا إخواننا الذين يقرؤون القرآن العظيم بالألحان، هذا الخطأ هو مسألة تطنين الغنن، كما سماه الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر حينما تكلم عن التجويد. تطنين الغنن يعني هزهزة الغنة وتمويج الغنة عند القراءة، سيما إذا كانت النون مشددة، مثلا من الجنة والناس، النون من كلمة الجنة هي نون مشددة، والنون من كلمة الناس هي نون مشددة، فالبعض بعض الناس سيما من يقرؤون القرآن العظيم بالألحان يطننون ويهزهزون ويموجون هذه الغنن، يقرأ هكذا مثلا من الجنة والناس، هذه الهزهزة هذا من عيوب القراءة ومن الأخطاء التي قد تحدث عند النطق بحرف النون. الصواب هكذا من الجنة والناس، أما الهزهزة والتطنين والتمويج لهذه الغنة هذا من عيوب القراءة ومن أخطاء القراءة، وقد نبه على هذا أئمتنا وعلى رأسهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذه هي أبرز الأخطاء التي قد تحدث عند نطق حرف النون. نكتفي بهذا القدر من المادة العلمية في هذه الحلقة، في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل حديثنا في ذات السياق، نواصل حديثنا عن صفات الحروف موزعة على حروف الهجاء. أما الآن فنتلو التلاوة المنهجية، وهي الصفحة 39 بعد 133 من الآية 54 إلى الآية 62 من سورة الحج، أتلو وبعد ذلك نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا،
وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة الآن أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته عندنا فاصل أم ماذا؟ طيب نخرج الآن لفاصل قصير نواصل بعده بإذن الله حياكم الله السلام عليكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة الهواء مفتوح لكم لمن أراد أن يسمعنا تلاوته على الأرقام التي تظهر بين الفينة والأخرى أسفل الشاشة
وتلاوتنا المنهجية هي الصفحة 39 بعد 133 من الآية 54 إلى الآية 62 من سورة الحج. معنا أول متصل أخونا مؤيد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا مؤيد، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. انتبه للإخفاء، فتكن في صخرة. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. سبحان الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حسبك. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا مؤيد، ما شاء الله قراءة متقنة وصوت جميل وتلاوة تروق، زادك الله توفيقا وفضلا يا مؤيد. معنا أختنا زهرة، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالقراءة يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد حسبك بارك الله فيك يا أختي زهرة ما شاء الله قراءتك جيدة ومتقنة زادك الله توفيقا فقط انتبه إلى كلمة الأرض عند الوقف عليها لابد أن نعطي الراء حقها من السكون وأن نعطي الضاد حقها من السكون معنا أخونا بشير حياك الله حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا بك يا بشير أهلين تفضل بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان أظهر النون صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله تلاوتك متقنة يا بشير وصوتك جميل زادك الله توفيقا وسدادا معنا أخونا إبراهيم من بنغازي حياك الله يا إبراهيم أهلا وسهلا الله يخليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم سبحانه وتعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
أولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد حسبك بارك الله فيك يا إبراهيم ما شاء الله قراءة خاشعة وتلاوة متقنة زادك الله توفيقا معنا أختنا وجدان حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا قفي على رؤوس الآية خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين حسبك صدق الله العظيم بارك الله فيك يا أختي ما شاء الله قراءتك جيدة فقط الأفضل أن تقفي على رؤوس الآية لأن الوقفة على رؤوس الآية سنة حينما سئلت أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف ملك يوم الدين ثم يقف فالوقف على رؤوس الآية كما قال بذلك جمهور علمائنا أنه من السنة ونحن مأمورون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام
فيما بقي من دقائق نأتي على الخلف بين رواية الإمام قالون وورش ودوري أبي عمرو وحفص رحمهم الله جميعا. في هذه الصفحة عندنا في الآية 56: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرازقين، بإسكان الهاء، طبعا يقرأ قالون وأبو عمرو، أما حفص وورش يقرآن بضم الهاء وإن الله له وإن الله له وخير الرازقين. الشاطبي رحمه الله يقول: وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. طبعا الباء هو رمز قالون في الشاطبية. في الآية التي بعدها: ليدخلنهم مدخلا يرضون، هكذا يقرأ نافع، أما أبو عمرو وحفص فيقرؤون ليدخلنهم مدخلا بضم الميم. عندنا في الآية 60: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. طبعا تدعون بتاء الخطاب قرأ نافع، وبياء الغيبة قرأ أبو عمرو رحمه الله وقرأ حفص، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في الآية الأخيرة في هذه الصفحة: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له والغني الحميد، لهو بضم الهاء قرأ حفص وقرأ ورش. طبعا ننتبه في هذه الآية أيضا لنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في كلمة الأرض: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له والغني الحميد، هكذا يقرأ ورش رحمه الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.